نرحب بضيفنا اللي انضم إلينا عبر الهاتف، هيثم سلطان آل علي، مدير إدارة التنمية السياحية في دائرة السياحة والآثار في أم القيوين. مرحبا فيك في مساء الإمارات. يا هلا فيك. مرحبا فيك أخي. معك ثامر، حياك الله. مرحبا، يعني الصوت بس شوي قطع، سامحني. لا لا، حياك الله. تسمعنا؟ أسمعكم، نعم. حياك الله. أحب أمسي عليكم وعلى جميع المشاهدين وطاقم العمل في قناة الظفرة. الله يجزاك خير. طبعا أنت منورنا في مساء الإمارات، ونحن سعيدين أنك متواجد معنا، وبنسألك عن الأشياء اللي صراحة أنا أشوفها مهمة جدا بالنسبة لنا كشعب في الإمارات، ولا أي حد مقيم في الإمارات يعرف تاريخ الإمارات. صحيح. وشو تعود لهذه الآثار فعلا، وهذه المواقع اللي تمثل تاريخ الإمارات بشكل عام. طبعا أنتم عندكم جهود كثيرة تبذلونها من قبلكم لإبراز المعالم السياحية في الإمارة، شو هالجهود وشو اللي تواجهونه بشكل عام؟ الله يسلمك. أول شيء إمارة أم القيوين نحن شغالين إن شاء الله على استراتيجية هي تنمية السياحة الثقافية والبيئية. وعندنا المكتشف اللي اكتشفناه في الجزيرة الصينية. طبعاً الجزيرة الصينية هي تتمتع في طبيعة بيئية وأيضاً ثقافية. والجانب الثقافي تم اكتشاف دير مسيحي يعود إلى القرن السادس إلى الثامن الميلادي. والمميز في جزيرة الصينية أن أيضا تم إعلان عن اكتشاف مسجد في نفس الجزيرة. جميل. فهذا اللي يميز جزيرة واحدة فيها الكنيسة وفيها مسجد. وأيضا الجزيرة تتمتع نفس ما قلنا في حياة بيئية بكونها تقع على في خور أم القيوين، وخور أم القيوين تتمتع أيضا بحياة بثروة سمكية. ويعد من أكبر الحاضنات للأسماك في الخليج العربي. نعم صحيح. حجم الجزيرة تقريبا 20 كيلومتر، تكسوها بعض المناطق من بالقرب. طبعا إمارة أم القيوين 83% من مساحتها في أشجار قرب. لهذا السبب استراتيجية السياحة إن شاء الله ستكون مركزة على السياحة البيئية والثقافية إن شاء الله. جميل جدا. أستاذ، أيضا بشكل عام في إمارة المقيمين نحن إن شاء الله الحمد لله اكتشفنا 100 موقع أثري. تم التنقيب على مواقع رئيسية اللي هي الجزيرة الصينية، وعندنا موقع الدور الأثري، وعندنا موقع الأبرق. مواقع كثيرة وإن شاء الله بيتم الإعلان عنها. نعم بإذن الله. أستاذ هيثم، خلنا نتكلم حول الدير المسيحي اللي تم اكتشافه من فترة، واللي يعتبر بمثابة يعني من الجواهر الخفية. نعم، الدير المسيحي طبعا شو الفرق بين الدير والكنيسة؟ الدير هو مكان العبادة وأيضا سكن للرهبان، ويمارس في العبادات، وأيضا مكان اجتماعي أكبر عن الكنيسة. تم التنقيب بالتعاون مع بعثات من إيطاليا، من جامعة الإمارات، فريق محلي من إمارة أم القيوين، والحمد لله تم الإعلان عن الشهر اللي فات، وقام بزيارته الشيخ ماجد بن سعود المعلّي رئيس دائرة السياحة والآثار، ومعالي نور الكعبي، ومعالي كابتن فيبة. الحمد لله لاقى صدى كبير في وسائل الإعلام المحلية والدولية بكون ثاني دير اكتشف في دولة الإمارات، ويعتبر في الوطن العربي أو في الخليج العربي تم اكتشاف على 3 مواقع. وإن شاء الله نحن في هذه الفترة شغالين على عمل باقات سياحية للترويج عن هذا الموقع الأثري، من خلال بيع باقات سياحية كمنتج سياحي جديد يقدرون الزوار يزورون الكنيسة ويتمتعون أيضا بالمعالم الطبيعية اللي موجودة. نعم. الله يقويكم إن شاء الله. يعطيكم العافية. طبعا أنت قلت معلومة جدا جميلة اللي هي وجود دير ومسجد في نفس الجزيرة، فهذا طبعا رسالة الإمارات للتسامح والتعايش في الدولة. سبحان الله، يعني اجتمعوا في نفس الجزيرة، وهذا شيء صراحة الواحد إيجابي جدا بالنسبة لنا. وطبعا نبي منك رسالة تشجع السياح لزيارة هذه الإمارة والاستمتاع بمناظرها الطبيعية وجزرها الخلابة. نعم، إمارة أم القيوين إمارة هادئة، اللي حاب يستجم في هواها النقي يقدر يزورنا. نحن طبعا في إمارة أم القيوين تتمتع في السياحة أيضا نفس ما تقول العلاجية نوعا ما، تقدرون يعني تستمتعون بالفعاليات اللي موجودة، الأكتيفيتي
اغلب الفنادق عندنا في اماره ام القيوين مطلعه على البحر، تمارس الرياضات البحريه المختلفه. صحيح. نعم جميل جدا. يعني استاذ هيثم، يعني كلمه اخيره، كنا نحن نعيش يعني في اجمل شتاء في العالم في ظل الطقس الطقوس الجميله اللي احنا يعني نستمتع فيها، شو الكلمه اللي حاب توجهها؟ نعم طبعا حمد، اجمل شتاء في العالم التي اطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على مكتوب عبر رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حققت في السياحه الداخليه بنسبه زياده 36% في عام 2021، وصلت ل 1.3 مليون سائح داخلي، وهدفها ابراز جمال الاماره والامارات بشكل عام. من اهم هذه القيم او الامور اللي بتركز عليها الحملة هذه السنه اللي هي موروثنا. ومن هذا المنطلق يعني عملت دائره السياحه والاثار على تجهيز مواقع سياحيه ثقافيه مثل متحف حصن آل علي او متحف حصن ام القيوين، متحف حصن فلج المعلم، وتم تخصيص غرف في المتاحف هذه نعرض فيها موروثنا واهم العادات والتقاليد اللي كانوا يمارسونها الاجداد. نعم لو سمعتكم تكلمون عن موضوع الثقافه او التراث، نحن عندنا نوعين من التراث، التراث المادي والتراث اللامادي. صحيح. التراث اللامادي هو اللي يركز على الـ مثل الثقافة والفنون الشعبية، الثقافة والفنون الشعبية. نعم. الألعاب القديمة. صحيح. القصائد القديمة، الأمثلة القديمة، هذه نحن في إمارة ام القيوين قمنا بتدوين كل هذه الثقافة اللامادية، فيدرون الزوار حتى في المتحف يقتنون على هذه المعلومات أو الكتيبات. نعم. اللي ثقافتهم عن ثقافتنا وثقافه الجزائر. ما شاء الله يعطيكم العافيه، ويعني يعني الله يقويكم على هذه الجهود المبذوله. استاذ هيثم سلطان آل علي، مدير اداره السياحه دائره السياحه والاثار ام القيوين، شكرا لك.